كيفكم سادس؟ هلأ رح أشرح درس الطاقة الحركية، بس قبل ما أشرح درس الطاقة الحركية بدنا نعمل مراجعة كتير بسيطة. حكينا الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل ما أو إنجاز شغل ما، وحكينا عنا 4 أشكال للطاقة. حكينا طاقة كيميائية، طاقة كيميائية مختزنة في الوقود زي البطاريات والوقود، وفي طاقة حركية وطاقة كهربائية. آخر إشي كنا حكينا عن أشكال الطاقة وتعريف الطاقة. تمام، هسا أطور معرفتي حليناه، وقوم تعلمي حليناه، بس عشان نتأكد من الجواب إنه ماذا نعني بقولنا إن جسمك يمتلك طاقة. طبعا هذا السؤال كتير مهم، يعني إنه جسمك له القدرة على إنجاز عمل ما، هاي معنى طاقة، طاقة بشكل عام. تمام، هلا اليوم رح أحكي أو رح أشرح عن الطاقة الحركية. طبعا الطاقة الحركية هي من اسمها يعني طاقة حركية، طاقة تعتمد على الحركة، رح نحكي عنها بشكل مفصل. تمام، افتحوا صفحة 44. حكينا هون، ما هي من اسم الصورة مكتوب تحت طفلة تلعب بطائرة ورقية، مبين انه طفلة عم تلعب بطائرة ورقية. طبعا انتو كلكم تعرف شو هي الطائرة الورقية، اللي هو نفس الطبق الاطباق هاي اللي بصنعوها من ورق. طبعا بتكون كثير خفيفة علشان الهواء يساعدها على انها تطير، وبصنعوا بعض منها جزء خشب. بعرف انه كنا محددين يوم الاحد انه نعمل نشاط، بس بسبب الظروف اللي احنا فيها تأجل الموضوع. المهم، فهون الطاقة الحركية بتعتمد على، او الطائرة الورقية ما بتتحرك الا بوجود الطاقة الحركية. طبعا هون لو بدي اجي اسألك سؤال، شو الطاقة اللي خلت الطائرة تطير؟ طبعا انت بدك تحكي لي هي الطاقة الحركية اللي جاي من هي من ايش، من الهواء. طب انت لو استخدمتها وحطيتها بجو ما كان فيه هواء، اكيد ما حتطير، حتى لو كانت نسبة الهواء كتير قليلة. كل ما كانت نسبة الهواء عالية يعني طاقة حركية أكبر، يعني ممكن إنه تطير بشكل أكتر وأحسن. تمام، في بعض الأسئلة اللي تحت الصورة ممكن نجاوب عليها. لو يحكي لك مثلا ماذا تشاهد في الصورة، هاي هون ماذا تشاهد؟ أشاهد طفلة تلعب بطائرة ورقية. هل سبق لك أن لعبت بهذه اللعبة؟ أكيد كلنا لعبنا بهاي اللعبة. تمام، ما الذي ساعد الطائرة الورقية على الحركة؟ هسه هنا ممكن نحكي انه الهواء ساعدها بانه تطير، يعني الهواء ساعدها بانه ايش تطير. فممكن اكتب جواب ما الذي ساعد الطائرة الورقية على الحركة؟ الهواء. تمام، هل يمكن ان تتغير حركة الطائرة الورقية من حين الى اخر؟ يعني مثلا جبت هاي الطيارة وحركتها أنا، عملتها الظهر، ومرات عملتها مثلا بالعصر. أنتوا بتعرف أنه الظهر تكون درجة الحرارة أعلى ما يمكن، وبالعصر يعني بيكون شوي برد، فأكيد نسبة الهواء حتكون أكتر. إحنا بنحكي عن أيام الصيف، بس أيام الشتاء بيكون الهواء طول النهار يعني. فهون بيحكي لك أنه ممكن هاي الطاقة الحركية اللي ساعدت على أنها الطائرة الورقية أنها تتحرك، اللي هو الهواء، ممكن أنه تتغير حسب سرعة الهواء الموجودة عندنا. فممكن تكون عالية وممكن تكون قليلة، يعني حسب سرعة الهواء. طيب، يعني سواء كان الهواء متحرك أو ساكن. فهون نكتب هاي اللي يمكن أن تتغير حركة الطائرة، أكيد نعم. ما السبب؟ نكتب سرعة الهواء أو سرعة الرياح، يعني حسب السرعة الموجودة فيها. تمام، هاي الطاقة بدنا، يعني إحنا بعد ما حكينا السؤال جاوبنا على السؤال، رح نكتشف إنه هاي الطاقة بنسميها طاقة حركية، ساعدت الطائرة الورقية على إنه إيش، إنه تتحرك. طبعا بفعل الهواء، فالهواء يمتلك طاقة ناتجة من حركته، بنحكي عنها الطاقة الحركية. نعيد، الهواء يمتلك طاقة ناتجة من حركته تسمى الطاقة الحركية. هيها هون طبعا خطتي عليها، هي كتير مهم. يا بجيب لك عارف الطاقة الحركية، أو بحكي لك شو
السبب الرئيسي اللي جعل بانه الطائره الورقيه تطير. فانت بتحكي لي او انت بتحكي لي انه الطائره الورقيه او الهواء يمتلك طاقه يجعله انه ايش يتحرك. فهاي الطاقه ايش بنسميها؟ طاقه حركيه. ممتاز، الطاقه الحركيه. تمام. طبعا لكل طاقة عوامل بتعتمد عليها. مش احنا هلأ كنا نحكي انه كل ما زادت الرياح اكتر شو كان عندنا؟ طاقة حركية اكبر. ففي عندنا عوامل بتعتمد على الطاقة الحركية عاملين. اول عامل رح نحكي عنه وهو السرعة، وتاني عامل اللي رح نحكي عنه اللي هي الكتلة. تمام، انتوا بتعرفوا انه السرعة هي انه جسم يقطع مسافة معينة في زمن معين، زي مثلا سباق سيارات بيحدد نقطة، نقطة يبلشوا فيها ونقطة ينتهوا فيها في زمن معين، له زمن بينتهي فبينتهي السباق. هاي يعني السرعة. لو بدي اجي اعرف السرعة، هسا احنا مش مهم نركز على تعريف السرعة قد ما مهم نعرف العوامل بتعتمد عليها ايش الطاقة الحركية. تمام، فأول عامل ممكن أسألك سؤال أو هي موجود، ما العوامل التي تعتمد عليها الطاقة الحركية؟ أول إشي رح نحكي عن تعتمد على السرعة، وثانيا تعتمد على مين؟ الكتلة. ممتاز. هلأ بالنسبة للسرعة بحكي لك هون بالكتاب: تأمل الشكل 5-4 الذي يمثل سيارتين متساويتين في الكتلة، يعني نفس الحجم نفس الكتلة، حتى بيشبهوا بعض بس اللون مختلفات. المهم، ثم أجب عن الأسئلة التالية. هسا بحكي لك هدول سباق سيارات لسيارات صغيرة، واحدة تحركت بسرعة 120 كيلومتر في الساعة والتانية 100 كيلومتر في الساعة، فهل تمتلك السيارتين طاقة نفسها؟ بما إنه كل واحدة لها سرعة مختلفة عن التانية، فأكيد حتمتلك طاقة مختلفة عن التانية. هسا كيف بدي أميز أني واحدة تحتوي على طاقة أكبر تحتوي على سرعة أكثر؟ طبعاً بدك تعرفي إنه السرعة اللي مشت سيارة اللي بتمشي بسرعة أكبر تمتلك طاقة أكبر. ففي عنا علاقة عكسية طردية، عفواً علاقة طردية بتحكي إنه كل ما زادت سرعة السيارة هذا دليل على وجود طاقة حركية أكثر وبمقى طاقة أكثر. فالطاقة الحركية وسرعة السيارة العلاقة بينهم علاقة طردية. تمام، هون بحكي لك ماذا تستنتج. ممكن انا اكتب، خليني اكتب على الدفتر، بانه كلما زادت سرعة السيارة زادت طاقتها الحركية، وهذا يعني وجود علاقة طردية بين السرعة والطاقة الحركية. ممتاز، هاي الاستنتاج اللي اكتشفته. إذن احفظوا معي، كل ما زادت السرعة بتزداد الطاقة الحركية أكثر. هاي أول استنتاج ممكن نستنتجه. تمام، لو أنا حكيت لك إجت جدار كان قدامهم والسيارات واحدة الماشي 120 ومية 100 كيلومتر في الساعة خبطوا بهالجدار، مين ممكن تتأثر بشكل أكبر؟ أكيد اللي عندها سرعة أكبر، لأنها عندها طاقة أكبر فأدى إلى اصطدامها في الجدار بشكل أكبر. يعني انت كشخص عندك قوة اكبر، صدمت باي اشي حتعطي رد فعل اكبر. تمام، هاي اول اشي. طيب، ممكن عشان ما انتو تنسوا او اذا ما كتبتوا الملاحظة، هي موجودة، ان الطاقة الحركية للجسم تعتمد على السرعة وتزداد بزيادة السرعة، اي ان العلاقة علاقة طردية، كل ما زادت الطاقة الحركية بتزداد السرعة والعكس صحيح. تمام، هلا العامل الثاني ايضا اللي بتعتمد عليه الطاقة الحركية وهو عامل الكتلة. الكتلة شو يعني كتلة؟ الكتلة يعني هي
مقدار ما تحويه المادة من جسمها يعني ككتلة. انت معك سيارة كبيرة وسيارة صغيرة، او نطلق على مثال اخر الشاحنة مثلا. الشاحنة كتلتها وحجمها او وزنها مو نفس سيارة صغيرة او باص مثلا، او باص مثلا او جرافة. كل واحدة لها كتلة اكبر، وانت كصف صف سادس اكيد بتعرف تميز مين اكتر حجم، او مين يعني الحجم اكبر كتلتها اكبر. يعني اكيد الجرافة ما حتكون كتلتها زي سيارة صغيرة او شاحنة او باص. كل واحدة لها كتلة مختلفة عن التاني، فهي يعني كتلة، هاي معنى كتلة. تمام. علشان نحكي العامل الثاني اللي هو اللي بتعتمد عليه الطاقة الحركية، عرفتوا شو معنى الكتلة؟ تمام. قلت لكم انا كتركيز كتعريف للسرعة وللكتلة مش كتير مهم، انا المهم تعرفوا العوامل اللي بتعتمد عليها الطاقة الحركية. تمام. اذا العامل الثاني بعد السرعة وهو الكتلة، بحكي لكم سؤال: اذا تحركت شاحنة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة وتحركت سيارة صغيرة بالسرعة نفسها، يعني عندهم سرعة متساوية يعني 80-80، بس واحدة كانت شاحنة واحدة كانت سيارة كتير الصغيرة، هل تتوقع أنهما تمتلكان نفس الطاقة ولماذا؟ لا نعتقد طبعا، لا ما إلهم يعني مستحيل إنهم يكونوا إلهم نفس الطاقة، لأنه هون ثبتوا السرعة بس من غيروا الكتلة. يعني الشاحنة حتكون تمتلك طاقة زي ما سيارة صغيرة عم تمتلك طاقة؟ لا طبعا. وأكيد حتحكوا لي أكيد إن الشاحنة إلها طاقة أكبر لأن حجمها كبير. فعلا مزبوط، الشاحنة إلها طاقة أكبر، كتلتها كبيرة، فأكيد حتمتلك طاقة أكبر. ونفس الشيء نتخيل إنه السيارتين اصطدموا بجدار، مين حال اللي حيأثر بشكل أكبر أو رح يتضرر بشكل أكتر؟ أكيد اللي إلها طاقة حركية أكبر. هلأ هون بيحكي لك تمتلك الشحنة كتلة أكبر لذا تكتسب طاقة حركية أكبر، فسيكون تأثيرها على الجدار بشكل أكبر. هذا الاستنتاج كتير مهم لازم تحفظه. تمام. هلأ ممكن أكتب العلاقة الثانية: كلما زادت كتلة السيارة أو أي جسم معين، شو بتصير بطاقته الحركية؟ زادت طاقته الحركية، وهذا نسمي علاقتهم علاقة طردية. كلما زادت كتلة السيارة زادت طاقتها الحركية. ممكن أجيب لك أذكر العلاقة بينهم، هل العلاقة عكسية أم طردية بين الطاقة الحركية والكتلة؟ إذن لهلأ حكينا إنه في عنا علاقتين الطردية بين الطاقة الحركية وسرعتها والطاقة الحركية وكتلتها. تمام. هلأ في أسئلة بصفحة 46. طبعا أنا كاتب على الخطة واجب بس مش متذكر، أعتقد أقوم تعلمي. تمام. وإن شاء الله الحصة الجاي حنحلهم مع بعض بإذن الله، يعني أنا رح أكتب لكم الإجابة بعد ما أنتوا تحلوها طبعا. وهيك بكون انتهى درسنا، وأي استفسار أنا جاهزة.